حقيقة نحن بعد تتبع ديال قضية عدنان، هذه القضية الماراثونية التي طالت مدة طويلة ومتع فيها الجاني بكل التسهيلات وبكل الوسائل اللي يطلبها، سواء بتوفير محامي للدفاع عليه أو غيرها، ودوزنا بهذه المطافات كلها وحنا نتتبع إلى أن وصلنا إلى النطق بالحكم اللي كان في حقيقة حكم في مستوى الجرم اللي ارتكب. وحنا ما نطوفش راسنا الحاكم نكونوا راضيين أو ماشي راضيين على الحكم، بقدر ما نشوفوا واش هذا الحكم شفى الغليل ديال الأسرة. إذا كان شفى الغليل ديال الأسرة ديال الضحية فما لنا إلا قبول هذا الحكم. ثم أن الموضوع في حقيقة، حتى وإن كنا كمنظمة متقش ولدي كنقولوا دائما يجب إعدام الجريمة، ولا يمكن إعدام الجريمة إلا إذا جففنا منابع الجريمة، يعني حاولنا القضاء على الفقر والإقصاء والمشاكل الأخرى، وحاولنا تخليق الحياة العامة، وحاولنا أيضا إيجاد وسائل حماية ضرورية في الساحات العمومية، الكاميرات والشرطة لخاصة بريغاد خاص بالأطفال في الشوارع، والقضاء على الظاهرة ديال الأطفال في وضعية الشارع، والقضاء على هذه الجريمة اللي يستغل فيها الأطفال سواء في ترويج المخدرات أو في أشياء أخرى، وكذلك الحد من هذه الظاهرة ديال أننا نولد ولادنا ونخليهم يتربوا في الزنقة. فولات ظاهرة معروفة في الأحياء الشعبية، كنصيبوا الأطفال اللي موجودين في الشارع أكثر من الأطفال اللي موجودين في الدار. فلهذا خصنا نحاولوا أننا نعيدوا النظر في مجموعة من الأشياء، مجموعة من السلوكات اللي كنقوموا بها احنا كمجتمع أولا، ثم أن المجتمع المدني وحنا كمنظمة اللي كنمثلوا جزء منه اللي كنختصوا في مجال الطفولة، نلاحظ أن الصوت ديالنا ما زال مبحوحا، أو ربما الجهات الحكومية بها صمم معين، لأن الصوت ديالنا ما كيوصلهاش والاقتراحات ديالنا ما كتوصلهاش، رغم أننا كنبذلوا المجهود أكثر من المجهود المطلوب منا. فمثلا نبداو من قبل، من 2004 وحنا كنشتغلوا، جاء موضوع ديال السفاح تارودانت، جاء الموضوع ديال كالفان في القنيطرة، جاء الموضوع ديال الاعتداء على داك الاطفال اللي كانوا في ديك المدرسه الفرنسيه في الرباط، جاء الموضوع ديال السائح اللي جا واختطف بنت في نواحي تطوان، جاء موضوع ديال بنيته اللي تصابت مقتوله على العظام ديالها اللي تصابت، جاء موضوع اخر ديال ولد اللي باقي لحد الان ما صابوش، بينهم اطفال كثر اللي باقي الان ما عرف لهمش فين هما. وكنا كل مره كنقولوا بدلا من البكاء، وبدلا من التنديد، وبدلا من اتهام الاخر بالتقصير، كنبادروا حنايا باش كنحطوا واحد الخطه او واحد المبادره اللي كتكون من المجتمع المدني بعد دراستها دراسه عميقه، اما كنستقطبوها او كنقتديو باللي كاينه برا في الخارج دول اخرى اللي هي ناجحه في هذا المجال، او اننا نبتكرها ابتكارا. فمثلا بخصوص التعاطي مع موضوع ديال سفاح تارودانت الشهير اللي كتعرفوه كاملين، اقترحنا مشروع ديال احنا معاك، احنا معاك اللي هو كان بين المنظمه ووزاره الداخليه، وكان واحد البيرو اللي كيستقبل الاطفال والامهات ديالهم اللي هما ضحايا الاعتداءات، وكاعطى نتائج مهمه ولكن لم يعمم بقيه في تارودانت. ثم جاء مشروع اخر اللي هو اقترحناه ايضا عاوتاني بالتعاطي والتفاعل معه، ورفعنا مثلا في موضوع ديال البنت اللي كانت السيده اللي كانت انتحرت اللي هي امينه الفيلالي، لان كان تزويجها بالمغتصب ديالها، ورفعت ملتمسات ونظمنا الى ان تم منع الزواج القاصره بالمغتصب ديالها، وهذا كان ربح مهم للوليدات ديالنا. ثم جاء موضوع ديال تزويج القاصرات رفعنا فيه ايضا، تشغيل القاصرات رفعنا فيه ايضا، واعطينا البدائل والحلول. وصلنا ايضا الى مرتبه ديال ملي وصلنا لوليدنا عدنان، اقترحنا واحد الاليه ديال انذار باختطاف، واللي معمول بها في الولايات المتحده الامريكيه، وبدات في تكساس ثم الولايات المتحده الامريكيه ثم كندا ثم اوروبا، وعطات نتائج مهمه. هذه الاليه حنا حورناها وسميناها بدلا من امبير اليرت، وامبير اسم واحد الطفله
اللي صابوهم اغتصابهم قتوله في حوض القصه ديال عدنان، وسميناها حنايا عدنان اليرت. هاد عدنان الارض وعطينا حتى الاليات وكيفاش كتطبق، وخدينا التجربه ديال برا، وراسلنا في الموضوع السيد رئيس النيابه العامه، ولكن الى يومنا هذا لم يعني الصدى ما رجعش، ما عرفناش شنو الاليه، شنو خص من المسار خدات. ثم على مستوى التربيه الجنسيه هيئنا ما يسمى بالحديقه البيداغوجيه بثلاثه لغات بما فيها الامازيغيه، فيها افلام، فيها مسرحيات، فيها لعب، لكن يمكن من خلالها نربيو الاطفال جنسيا دون ما نتحرجوا معهم او نحرجوهم. اذا كل هذه ومحاولات اخرى، مبادرات اخرى كثيره تقدمنا بها حتى في موضوع التعليم عن بعد، كان عندنا راي في الدخول المدرسي في هذا الموضوع، ولكن نلاحظ على اننا كمجتمع مدني نقوم بما يجب، ولكن كيبقى دائما لا نؤخذ بارائنا لا ندري لماذا، حتى وان كنا حنا ما كنتبعوا حتى تيار، حنا كندافعوا الهم ديالنا هو الدفاع على وليداتنا في المجتمع ديالنا، الى درجه اننا بقينا كنبتكروا. فمثلا انا عملت قناه في برنامج سميتو كلهم وليداتنا، باش يكون ما يسمى بالتربيه او التحسيس المستدام، لان لاحظنا بان حتى وسائل الاعلام مشكوره اللي كتقوم بدورها مهم، ولكن خصنا شي اليه اللي تكون دائما فيها التحسيس والتوعيه وبالدارجه اللي توصل للناس. وعملنا هذه التجربه وهي الان في مسارها في خطواتها الاولى، ونتمنوا انها تكون مبادرات اخرى، ونتمنوا ان نعرفوا ونحسوا بان حمايه الاطفال مسؤوليه الجميع، ليس مسؤوليه قطع دون اخر. كنا مسؤولين على وليداتنا، وكنا علينا واجب حمايه وليداتنا.